أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقة أخيرة من برنامج إبشر واللي تخص الانتخابات. بالتالي احنا حاولنا أن نسلط الضوء على الكثير من المواضيع اللي كانت تتحدث عن هموم ومرشح. هموم مواطن عراقي ومرشح يبحث عن حل في بابل وفي مناطق ونواحي وأقضية وكذلك في واسط. رجعنا إلى بغداد وهاي الحلقة الأخيرة على اعتبار أنه نحاول إن شاء الله نبثها قبل يوم الصمت الانتخابي. وصورنا ويا الكثير من المرشحين. فإحنا وين هسه؟ ناحية الحيرة بالنجف زلعيني. ليش؟ نلتقي بمجموعة من الأخوة ونحاول جهد الإمكان أيضاً نسلط الضوء عليهم ونشوف شنو إمكانياتهم في تحقيق منجز للمواطن النجفي. فاليوم إن شاء الله رح نلتقي بالحقوقي عبد الواحد عبد علي الفتلاوي. بس قبل ما نلتقي به أريد أعرفكم على شخص. السلام عليكم استاذ، شلونك حبيبي؟ شلون صحه؟ مرتاح ان شاء الله بلا زحمه عليك. شلونك عن شلون صحه؟ مرتاح ان شاء الله. عرفنا بنفسك حجي. محمد مشكور حمود الخيقاني، احد وجهاء خيقان. واهلا ومرحبا بكم في ناحيه الحيره. الله وحياكم الله واهلا وسهلا بكم. شنو اليوم عندك مراجعه للدائره؟ والله عندي مراجعه في محكمه المناذر. شلون الوضع هنا عموما؟ والله الوضع ان شاء الله وضع خير ونعمه وان شاء الله، بس اكو اوضاع. يعني انت حضرتك فلاح؟ حضرتي فلاح. نعم. نشرف. الله يسترك. شلون الزراعه؟ والله الزراعه عندنا كلش تعبانه. كلش تعبانه؟ اي تعبانه بواسطه المياه. ايه؟ وبواسطه البذور. لحظه، المياه ماكو مياه؟ مياه قليله. ماكو امطار ان شاء الله؟ اكو. ايه؟ بعون الله اكو امطار. ايه؟ بس احنا بالنسبه يعني امطار قليله. قصدي امطار قليله. اليوم الحمد لله مشاهد الكرام اليوم ان شاء الله اليوم مطر. اليوم يوم مطر ان شاء الله، بس هي المياه قليله بالنسبه الصيف المضى. ايه؟ احنا شحت مياه عندنا. نعم. نخلنا انتلف، اراضينا انتلفت. ايه؟ زين، حصص المائيه ما تكفينا. ايه؟ احنا زراعتنا على الحنطه والشلب والشعير. نعم. بالنسبه للشلب من معنا هاي رابع سنه من عندنا. ايه؟ ما البير ما يشتغل؟ لا ما يشتغل ابد ابد، لان اراضينا احنا، انا اقصد لك ارض البحر. يعني مو ارض المشخاب. انت بالضبط شنو ايش تزرع يعني؟ انا ازرع حاليا حنطه وشعير وبس. انا نخل عندنا ومخضر. اي إيه، بس احنا وضع النخل شنو؟ وضع النخل تعبان. تعبان. اي، لان يعني البذول بالنسبه الى دائره الري لا جايه تنظف الانهر ولا البذول، وهذه شغله ظلت يعني. ليش مو الفلاح يساعدها؟ هسه هي عندها تلكؤ، ما نعرف هسه، ما نقدر نحكم. حق الرد مكفول مشاهدي الكرام، ولكن احنا المفروض يعني الفلاح باعتبار عنده اليات وعنده عمال. واحد مدير ناحيه الحيره. ايه؟ الرجال بامكانه ومساعداته طلع حفاره. ايه؟ من قبل الري. ايه؟ واكو مساعده من الفلاليح. ايه؟ جاي ينكر البزل هسه ان شاء الله. يعني واي انا شفت بزولت انا. ليش يعني انت من قلت ذكرت هذا الموضوع؟ ايه؟ ذكرت بالاماكن اللي صورت بيها بابل وبواسط وكذا. يعني المفروض الفلاح يساهم شويه من يشوف بزل تايرات بي وصوندات بي وبطاله بي وقصه بوصه. احنا حتى بعض مكانات امام كل من قاسمينه، كل من سدر قاعه ينظفه. ايه؟ حفاره اهليه. ايه؟ على حساب الخاص. والله ما شفت هيك شيء. والله موجود جزء يومكم. ويد الاستاذ عبد الواحد. اي وعلى شغله الري والزراعه يدرون بها. ايه؟ بس احنا بالنسبه للحصه السماد الكيماوي. ايه؟ يعني شنو يطل الدونم 20 كيلو. ايه؟ يعني 20 كيلو شو سوون ذني؟ قد يكلف هذا؟ بالنسبه سعر يعني سعر خيالي. ايه؟ كيس يطلع من الدوله ب 90,000 دينار. زين الفلاح بيش يبيع وزنة الشلب؟ قد تريد انت؟ ها؟ لازم دعم يعني للفلاح. كان هو 20,000 دينار الابيض، هم اقل 20، بس هو وخسائره وحمالته ونقله يكلف 20، والداب كان 48,000 49,000. هسا زودتها الدوله، زودتها على الفلاح الى 90,000 دينار، يعني الوزنه 190,000 180,000 دينار. شلون مرتبين الامور هسا؟ الامور هسا اغلب الفلاليح رفضت السماد المركب. اي ويعطيه. كان بالنسبه لي عنده خطه زراعيه 20 دونم. ال 20 دونم حسبتين اربع اكياس. اربع اكياس شو سوي لي؟ البذور يعطوني 250 كيلو، انا مشتري 2,000,000 دينار الارضي بذور. مليونين بذور. اشتريت بذور شنو هاي؟ ما تسوي لي مال الدوله، مالت الدوله نثارتن حوالي ب 10 دوانم. خوش نوعيه؟ خوش نوعيه البذور؟ والله هي خوش نوعيه، بس هي يعني هم بيها اوصاف. شنو قبل اللقاء قلت لي اكو بذور رشيتهم؟ دخلتنا تركيا او من اربيل. ايه؟ تسمى الوفيه والادنه. ايه؟ هاي اشتريناها 150,000 دينار على اساس الناتج مالها يكون اكثر من الناتج. ايه؟ المحلي. واللي صار شنو؟ واللي صار البذور عندنا كلها ما طلعت، شويه بها يعني معفره، شويه بها خزن زايد.
ووقعت علينا الامطار هذه. هاي ارضنا لان ارضنا احنا ارض البحر، ارض طينيه، بس يوقع عليها ماي، هي كانت بصيفه وقعت عليها الماي دمرها، فالحبايه خاست يعني فما طلعت. فانطرنا بهيك حاله، شنو حلولكم؟ حلولنا هسه انا واحد من الناس كفلاح انطريت جاي احرث القاع من جديد واخرمش وجبت بذور جديده، هم اشتريت الملون. ولها تكلفه؟ يعني التكلفه هاي شو اسوي يعني انا خبزتي على هذه، عائلتي، استاذ عبد الواحد رجل نزيه وانسان خلوق وابن ولايتنا واخونا من عشيره الفتله، احد عشائر هي الفرات الاوسط الموجوده. هو مرشح ذاك، هو ذاك عبد الواحد عبد علي الفتلاوي. والنعم والنعم من عنده، من نعم والله. هاي تحكيش لين هو مدير ناحيه؟ لا والله 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 انا واحد من الناس، يمكن هو يدري بيه يمكن، بس حتى من مره انا اسلم عليه. استاذ عبد الواحد الله يساعدك، تفضل يمنا الله يخليك. وانا الرجال شلونك حبيبي؟ شلون صحه؟ مرتاح ان شاء الله؟ شرفنا. هلا وحبيبي، هلا ورده. ثلاث مرات يقول استاذ عبد الواحد. شنو القصه؟ طبعا انا اشكركم واشكرك جدا، واحنا هسه الحمد لله وشكر يا ربي مطر، وهذا كله خير ان شاء الله يا ربي، وبدايه خير ان شاء الله يا الله يا ربي، ان شاء الله الامور ترجع بعد احسن واحسن، ومن خلال ان شاء الله الانتخابات هاي يوم 8 ما ظل شيء بعد كم يوم، والوجوه تتغير ويصير بيها بركه في اتخاذ القرار، في تقديم الخدمات للناس. فالاستاذ عبد الواحد هو مدير ناحيه الحيره هنا في النجف الاشرف، يعرفنا بنفسه. بس قل لي بلا زحمه عليك، منين تعرف الحجي؟ الحج احد شيوخه قام في منطقه ناحيه الحيره، ويعني اليوم عنده معامله مراجعه، والظاهر التقيت هنا بقناه اليوم. طبعا الشرف فيكم. الله يخليك. واهلا وسهلا بكم في ناحيه الحيره. الله يحفظكم. هذه الحيره ناحيه الروحاء، الناحيه التي انجبت الشعراء والمثقفين واعطت اكثر من 500 شهيد في هاي الناحيه. زين، هسه اريدك تقول لي اسمك والتسلسل ورقم القائمه. الحقوقي عبد الواحد عبد علي الفتلاوي، رقم القائمه 143، التسلسل 3. قائمه ابشر يا عراق. ليش ما مبلط زين؟ صار هذه الاعمال الاستجاريه في هذه الناحيه، هي اعمال المجاري، لان احنا كانت الناحيه ما بيها مجاري، والان بدا المشروع مال المجاري جاي نشتغل. بعد ما يكمل البنى التحتيه راح نبلط الناحيه ان شاء الله. ان شاء الله. شنو طبيعه عملك بالضبط يعني مدير الناحيه؟ شو يسوي مدير ناحيه الحيره؟ المدير هو رئيس التنفيذ الاعلى في الناحيه، يعني يمثل المحافظه، المحافظ في الناحيه، يصرف على كافه الدوائر، يعدل الموازنه، يصرف على القوى الامنيه، يمارس اعماله اليوميه في قضاء حوائج الناس. هذا ما من اي شيء مو مشكله. اكو فد نقطه كلش مهمه، اشاد المخرج مشاهدينا الكرام انه بعد اذنكم تفضلوا ابقوا ويانا، وبالتالي احنا نعتذر من عندكم، راح ندخل بسبب الامطار او على مود الكاميرات مالتنا يعني حتى لا تخرب، فندخل داخل البنايه ان شاء الله ونصور في سبيل انه ايصال الصوره بشكل كامل للاستاذ عبد الواحد، ونتعرف عليه اكثر ونشوف شنو الخدمات اللي يقدمها. واوعدكم انه ما خلي له سكه، خليكم وياه. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام مره اخرى، ومتواصلين في لقائنا مع الأستاذ عبد الواحد، حتى اللي هو مدير ناحية الحيرة وأيضا المرشح لانتخابات مجالس المحافظات هنا بالنجف. نتمنى له كل التوفيق، وبالتالي ردت أسألك على شنو أهم المشاريع اللي تشتغلوها هنا بالناحية. عندنا أهم مشروع هو مشروع المجاري في ناحية الحيرة، جزء في ناحية الحيرة جاي ننفذ بها مجاري. من تكمل هذه المجاري نقوم بتبليط الشوارع وكساءها بمادة التبليط. وين شفتوا كل هاي المدة؟ أول موازنة تجينا هي هاي موازنة الأمن الغذائي، استغليناها في بناء البنى التحتية للناحية. قد وصلتكم فلوس؟ وصلنا فلوس 13 مليار و600 مليون. 13 مليار و600 مليون. زين، هاي كافية هاي؟ لا ما تكفي، يحتاج الناحية والقضاء 180 مليار إلى أن تكمل مجاري الناحية والقضاء. يعني 180 مليار بس للمجاري؟ نعم. بس للمجاري. بصورة عامة احنا هم استغلنا بمشي شبكات كهربائية جديدة للناحية، في وكذلك مد شبكات المياه للناحية وترميم مدارس للناحية. كم مدرسة اكو؟ يعني حوالي 4 مدارس، بس نحتاج احنا حتى بناء مدارس جديدة نحتاج الى 4 مدارس جديدة لفك الاكتظاظ الموجود فيها. وهم عندك نظام ثلاثي وهم صبورات ما ادري شو رحلات وما ادري شنو كهرباء وهاي كلها ماكو. البناء الثنائي هذا المزدوج هذا اللي ياثر على الطلاب حقيقه. احنا نسعى من خلال قناتكم الموقره الى يعني
مطالبتنا ببناء مدارس جديدة للناحية، تحتاج الناحية لأكثر من 2 مدارس. هاي المشاريع اللي دا تنفذ وتنصرف لها هاي المبالغ، من يتابع عملية صرف هاي المبالغ ويحميها من السرقات؟ طبعا أول المسؤول الأول هو مدير الناحية، يعني حضرتك إذا لقى أي شيء خلل كذا يرفع السيد المحافظ المحترم الذي هو يباشر. طبعا هيئة الإعمار لها الباع الطويل في مراقبة هذه المشاريع باعتبار مهندسين وإشراف مباشر من قبلهم، وأي مشكلة تحدث المشروع احنا نقوم بمعالجة هذا الموضوع من خلال فاتحة السيد المحافظ المحترم. كم مشروع نفذ وأنت كشفت به عمليات فساد؟ أي مشروع في الناحية ما به عمليات فساد نهائيا. هاي مثالية؟ مثالية نعم، اي مشروع في الناحيه ما اي عمليه فساد. بالعكس احنا ناخذ من المقاول زياده للناحيه. الله يشهد. ممتاز. والمقاول برحاب الصدر يعني يتبرع للناحيه مثلا؟ المقاول نشوف تعاون الناحيه وتعاون المهندسين الاعمار والتعاون مدراء الدوائر، هو يتبرع من كيفه انه يسوي مشاريع زياده للناحيه خارج المشروع يعني مالته. بالتالي انت شنو اللي دفعك انه تقدم الانتخابات مجالس المحافظه؟ طبعا مجلس المحافظه مجالس مهمه ضروريه لتشرف على عمل الدوائر كافيه في المحافظه، وكذلك المشاريع الموجوده في المحافظه كافه، وتشرف حتى على المحافظ وتشرف على كافه الامور الموجوده في المحافظه. ونحتاج في ناحيه الحيره الى ان نكمل هذه المسيره من خلال مجلس المحافظه، زياده موازنتها، زياده موازنه المحافظه، الاهتمام بالقطاع الزراعي اللي حقيقة من هذه الفترات الأخيرة السنوات الأخيرة، وكذلك الاهتمام بالقطاع التربوي أيضا همن في السنوات الأخيرة. لذلك هذا المجلس مجلس مهم يتابع عمل هذه الأمور اللي تختص بالمواطن النجف. السلام عليكم. شلونكم عيوني؟ بلا زحمة عليك، ممكن تلزم المايك؟ الله يحفظك. الله يخليك. أقربها بلا زحمة عليك. ممكن تعرفنا بنفسك؟ فرحان السعدي. شرف بك استاذ فرحان. شرفت استاذ فرحان. شنو ما سامعك عن استاذ عبد الواحد؟ والله استاذ عبد الواحد رجل بالناحيه يعني اقدر اقول لك مثالي. مثالي؟ نعم. نجي الساعه بالواحد الظهر احنا نشوفه بالشارع مشكل بالحر، قال وين البلديه وعمال البلديه وين الماي وين هذه ظروف الماي، وتدري بامور منطقه زراعيه وشحه المياه. ماي ماكو. بالتالي انت مزارع تمام؟ نعم. زارع زرعت الحامة حنطة حنطة وشعير، مي ماكو، بذور ماكو، دعم ماكو، كل شيء ماكو للزراعة، وبالتالي هيك الأرض راح تنهمل هي انهملت. شنو البيئة هسه؟ شنو البدائل الحلول برأيك؟ أي حلول ماكو هسه؟ ماكو حلول. الدولة تقدر تسوي الحلول، شنو تقدر تسوي الحلول؟ تدعم المزارع بالسماد. السماد طلنا ب 650,000 والداب 1,700,000 و800 شيء ما شكله وماي ماكو. شنو يعني شلون ما هو كان 270,000 زين ب 650. ايش تقترحون عليهم المفروض شو يسوون؟ شو يسوون؟ كل شيء حتى ترجعون تزرعون ارضكم بشكل جيد، تقدر توفر المي. ايه وتقدر تشوف الفلاح شنو المحتاجه. ايه المزارع شنو المحتاجه، واضح احتياجاته واضحه، سماد وبذور وماي ويزرع وماكو مشكله. واحنا عرض مناطقنا ارض زراعيه ومثمره. ايه الخضر والحنطه والشعير والشرب وكل شيء. بعد شنو مؤشراتك من خلال انت ابن الولايه هاي؟ نعم. ابن هاي الناحيه. فما اعرف انت شلون تذكر لي نقاط سلبيه موجوده. سلبيات اكو ايجابيات اكو. شنو السلبيات؟ مثل احنا عندنا طريق هسه بلا زحمه عليك بس المايك. ايه طريق ترابي. ايه نعاني من عنده. ايه خاصه بالمطر مشاكل كل شيء صعب علينا. ايه المريض اذا الساعه 12 بالليل يتمرض او مرة عندها ولاده وتريد تجيبها للمستشفى ما تقدر توصل، ومقدمين يعني هنا ماكو مستشفى ماكو مستوصف؟ لا هنا موجود على طريقنا. ايه طريقكم وين صاير؟ طريقنا من عين الحسن للرحبه. ايه هاي بعيده عن هاي المكان؟ 15 كيلو. ايه وحتى استاذ عبد الواحد مقدمين لنا طلبات وهو رافعها وهذه. ايه ولحد الان كل شيء. ايه هاي السلبيات. هاي السلبيات. الايجابيات شنو؟ يعني الايجابيات مثلا تقدر شو تقول عن الايجابيات؟ الولايه هسه بها شغل. ايه بالجديد. ايه الحيره جاي يشتغلون. ايه بها هسه. ايه واستاذ عبد الواحد ما مقصر بالعمل. ايه وما مقصر باي شيء. ايه
وكل طلب احنا نقدمه اليه رفعه ومساله. اها العفو. قال كل طلب احنا نريد نقدمه اليه. نعم. اذا انت تسهل عمليه تنفيذ الطلبات مو صاد العزيز لا تصعبها. لا لا كلش اسهله، ابسط كل الاجراءات الموجوده. ابتعد عن الروتين. المشكله هنا صار الموازنه مالت الناحيه جدا قليله. يعني جاي تجينا موازنه في حين الناحيه متناميه الاطراف، ناحيه كبيره بها اكثر من 32 قريه. كل قريه هي مدينه. تحتاج الى ترميم، تحتاج الى تدريب. الناحيه اساسا ما بها مجاري. يعني بدينا بالمجاري، المجاري اصعب شيء هي البنى التحتيه. فلذلك الموازنه يحتاج لموازنه اكبر. لذلك انا طلبت من سيد دوله رئيس الوزراء قبل حوالي اسبوعين بإضافة موازنة للناحية من موازنة اتحادية. وين طلعت من عندها؟ رحت لبغداد ومجلس الوزراء وقدمت حوالي 180 مليار من موازنة الاتحادية لناحية الحيرة وقضاء المناظر في سبيل أنه يضيفون يكملون البنى التحتية. لكن البنى التحتية الناس راح تحش يعني تحس بالانتعاش. يعني أنت قعدت وياه وحكيت وياه؟ والمدير مكتبه طبعاً. مدير مكتبه. ورجل رحب بهذا الموضوع وحتى أعطيته فيديوهات وصور على هسه الناحيه اذا مطرت بها مطر قوي اظل الناس شهر ما تطلع من هذا حي الحسين او حي الخضراء او حي يعني ماك ما معبده طرق ما معبده. فلذلك احنا موازناتنا توقفت من 2013/14 الى 2021. هاي موازنه الامن الغذائي اول موازنه تصل الى الناحيه هي 13 مليار و600. بلشنا بالكهرباء والماء والمجاري وتدري انت تحتاج اكثر. شنو رسالتك هاي بعد مضى شيء الانتخابات، شنو رسالتك للناخب العراقي خاصه النجفي؟ يعني اشجع الناخب العراقي بانه يقوم بيدلي بصوته بالانتخابات، وخاصه انه مجالس محافظات مجالس مهمه، مجالس رقابيه، مجالس تشرف على كافه الدوائر في المحافظه، حتى يعني نستطيع ان ننقل المواطن الى احسن خدمات موجوده في، ونعمل انه نصل الى احسن خدمات حتى نخفف عن كاهل المواطن النجفي. هو مرشح انتخابات مجالس المحافظات وبعد ايام مضى شيء الانتخابات، فشو تطلبون من عنده اذا صار عضو مجلس محافظه النجف الاشرف؟ والله احنا مجربين التجارب دي. ليه؟ ماكو طلب يقدر عليه وطلب انساني ما يسوي. ممكن اهل لذلك هو. انت حجي شو تقول؟ والله استاذ عبد الواحد احنا يعني مو لكون لقاء ويا هذا. رجل نزيه وقوي زلمه بكل واجباتنا وامراضنا، يوصل المريض يوصل هذا، ورجل خدم الناحيه تقريبا بالعشر سنوات هو كان بيها. بس احنا اكو شغلات يعني على نسبه الزراعه فضل الشيخ جناب الساعدي، احنا عندنا اكو مدراء جاي يصيرون مختصاص بالوزارة الزراعة وزارة الري. احنا هذا المواطن النجفي عنبر المشخاب، احنا البحر ترى هم واجه المشخاب بالشلب، ما لهم اهتمام. يطي بزرات 20 كيلو للدونم مد 15 كيلو زين، واحنا نشتري هيك واحنا محروق قلبك حجي. اي والله محروق قلبي زين. انا بالنسبة لي بزرات يعطوني اياها من الدولة وزنتين واشتري طن ونص سوق سوداء زين. انا شلون هذا زين؟ هي اعتمادنا على الزراعه وعلى الصناعه، وهاي ناحيه الحيره اثريه قصر النعمان بيها، يعني هي ثايه العراق اكو بيها ثايات، يعني قصر النعمان بالمنذر بالمناذره بالحيره هنا هو، والصنديد على بالصنين هنا موجودين ذولا يعني ملوك. فتطالب الاهتمام الكبير. احنا بالنسبه ساعدنا طرق، وبالنسبه لحاجيك في منطقه المراجده احنا لا عندنا وسائل كهرباء يعني واصله بشكل صحيح، واصله بشكل يعني كل واحد جار بعد حوالي بال 50 متر ضفيره والضفيره زين. ماي ماكو عندنا الصيف كله ماكو ماي. ويدري واني بالنسبه لي مراجده مو من المراجده جو المراجده على معمل الغاز، ولو يم الاستاذ عبد الواحد هو رجال انا كمسقط راسي حيره، وهذا احتمال يجوز مو يم او لا يم القضاء القضاء. بالنسبه للقضاء ماكو اهتمام، ماكو اهتمام لا من كل شيء. احنا نجي نضل نطالب ما حد يسمع حكينا. استاذ عبد الواحد الرجال هسه بالنسبه للحيره ولا غيره ونواحيها منا لا بالله جاي يركض ويتعب، بس احنا بالنسبه لنا هسه ارضنا هذه ارضنا اطباره عندنا منتهيه. يعني المواطن اللي من ما لا تكره ليش الدوله ما عايزه شيء. شنو سميتها؟ اطباره شنو؟ اطباره نهر يعني قصدي انهر احنا طبر احنا نصيحه يعني هذه الخاصات ذني نريد ندخل بالري ما جاي يدخلن يا بديش. والله احنا ما مسؤولين
يعني بالنسبه احنا رايحنا على الغازي والبديريه وابو جذور الحسيني هو والبديريه هذا تجي الماء يعطونا مثلا اربع ايام الاربع ايام احنا بزايز ما جاي وصلنا ماي شرب حيواناتنا انتهت تكرم حتى عندنا حواوين كلاب عند الناس قتلها يحفر قله المياه الموجوده بالنهر اللي جاتنا عملنا مراشنه للانهار فكل انهار الى اربع ايام يوصل المي تذمت الماء قليل بالعراق هاي انا اتمنى لك التوفيق امام مسؤوليه كبيره انت استاذ مشاهدي الكرام اشهد الله يعني الاخوه التقيت بيهم بالصدفه وانا شلبت بيهم وقلت لهم تعالوا شنو مسامعكم شنو اللي تعرفوه عن الاستاذ عبد الواحد لان هاي بصراحه مهمه حتى نعرف انا ما اقدر يعني بصراحه اقول من تريد تسال عن اي شخص المفروض يعني فجاه والجماعه يعني حقيقه هم واقفين ومشكورين يعني تحدثت وياهم في سبيل انه بالسرعه الممكنه اقدر احصل معلومه عن الاستاذ عبد الواحد وان شاء الله هو اهلا للمسؤوليه ونتمنى له كل التوفيق يقدر يحقق منجز كبير هنا في ناحيه الحيره بصماته واضحه ولكن تخصيص مالي قليل وبالتالي هاي مشكله عيني خصم الحج البلد بحاجه الى رجالات والى شخوص يقودون البلد الى بر الامان من خلال القرارات الصحيحه من خلال التصويت على بناء وطن مو الركض وراء المصالح الشخصية انتظرونا بعد هذا الفاصل أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من برنامج إبشر مرشح آخر انتخابات مجالس المحافظات وبالتالي هو اليوم موجود هنا أنا وين بعدنا احنا بالنجف الأشرف تحديدا في الحيرة تعرف عليه شوف شنو يقدر يقدم لهذه المحافظة إذا ما انتخب ويحرز مقعد في مجلس محافظة النجف الأشرف. مرحبا أستاذ. مرحبا أستاذ. شلون الصحة مرتاح إن شاء الله. لطفاً اسمك ورقم التسلسل ورقم القائمة. إني المرشح محسن عبد العالي جبار الزرفي مرشح عن قائمة أبشر يا عراق رقم القائمة 143 تسلسل 16. هذه القائمة إيمانا منا بمبدأ التغيير. مبدأ التغيير في مجالس المحافظات. ولما رأيناه من الحقبة السابقة من اعوجاج في التنظيم وعمل مجالس المحافظات ارتأينا أن نرشح هذه القائمة اللي وهي قائمة غير متخندقة مع الأحزاب وغير متخندقة مع أيها وإنما عملها هو عمل تغييري نحو والنزول إلى المجتمع والوقوف على طموحات المجتمع النجفي وما رأيناه من اعوجاج في العملية التربوية في من بعض الهفوات وبعض الأمور ارتأينا كمشرف تربوي أن أعمل هذا البرنامج لأصحح ما موجود أو أقف الصوت الحق وصوت الناطق في مجلس المحافظة لأكون صوتا إلى زملائي التربويين الموجودين والدفاع عنهم إضافة إلى المجالات الأخرى هو مجال الصحة ومجال الخدمات لا يفوتني إلا أن أعمل بهذه هذا خدمة لأبناء النجف الكرام الذي يستحقونه هم الأكثر وأكثر أنا يعني رشحت لأن لا أكون تنظيري وإنما أكون ميداني وأعمل أنت شو اختصاصك صار؟ أنا مشرف تربوي خدمتي بالإشراف 16 سنة إضافة أنا من ذوي الشهداء وخدمتي في العملية التربوية 36 سنة زين أنت رشحت حتى تكون ميداني وبالتالي أنت مشرف تربوي نعم بالأسبوع كم مدرسة ميدانيا تزورها؟ والله حقيقة ضمن البرنامج التربوي يختلف عن البرنامج إذا عملت في مجلس محافظة يعني أنا كمشرف أزور يوميا مدرسة يعني في على الأقل يعني من تشرف على المدرسة منين تبدي؟ نعم نبدأ من دخولي إلى المدرسة وسيد المدير عام حملنا أو أعطانا صلاحيات كاملة كصلاحيات المدير العام من دخولي من باب المدرسة إلى أسقف إلى سطوح المدرسة والوقوف على متطلبات المدرسة وبالتالي نناشد الجهات المسؤولة إذا كان الصلاحيات ضمن خارج صلاحياتنا وإذا كان ضمن صلاحياتنا فالعمل يكون ميداني والعلاج آني في نفس اللحظة بس دي بس سولفي دخلت للمدرسة نعم تبدي شو تشوف شو تسجل من ملاحظات الملاحظات تبدأ في بناء هيكلية المدرسة وهل المدرسة صالحة إلى التدريس وهل الأمور الأخرى من الدعم الموجود موجودة داخل المدرسة
أما النقطة الأخرى دور إضافة إلى سير على العملية التربوية وسير على ملاك المدرسة، هل المدرسة مستحقة ملاكات؟ هل المدرسة تعاني من نقص في الاختصاصات؟ هل المدرسة فيها بعض الهفوات اللي نستطيع أن نعالجها آيين ونناشد المدير العام أو التدخل؟ شوف وضع الكهربائيات، الخدمات المقدمة للطلبة، قلنا الدعم اللوجستي كبناية مدرسة من زجاجيات، هي يعني كلمة عامة كبناية المدرسة، هل هي صالحة؟ احنا قلنا إذا هي صالحة فتكون جاهزة من حيث الكهربائيات ومن حيث سطح أبنية المدرسة ومن حيث الإسال ومن حيث الصحيات ومن حيث أغلب المدارس اللي زرتها صالحة؟ أغلب المدارس حاليا نعاني من كثير منها، وخاصة في مدارس مشروع رقم واحد اللي هي البناء الكونكريتي الذي هو بناء فاشل، ولحد الآن بدت حقيقة من بعد مناشدة وصلت إلى السيد رئيس الوزراء وبدأ يعمل عمل، ولكن العمل ليس بالطموح المحدود بسبب تلك بعض الشركات اللي هي تعاني. لكن الحمد لله من بدينا صارها 16 سنة أو 11 سنة هذه المدارس، وأكثر المدارس حاليا موجودة مدارس كرفانية. أول خطوة أعالج المدارس الكرفانية الموجودة حاليا، الخطوة الثانية هو فك الاختناق من المدارس ذات الدوام الثلاثي والثنائي، النقطة الأخرى توفير كافة الاختصاصات قدر ما نستطيع وعدم العشوائية في هذا. النقطة الأخرى عشوائية بشنو؟ عشوائية في توزيع الاختصاصات اللي موجودة، مثلا نلاحظ أنه مدرسة يوجد فيها 4 اختصاص إسلامية أو 5 اختصاص إسلامية أو رياضة ومدرسة أخرى لا يوجد. من يحدد هل هذا التوزيع؟ طبعا لجان التسوية اللي شكلها السيد المدير العام تشكل هذه لجان التسوية، وإن شاء الله تعمل لجان التسوية كلها بمهنية عالية وتوزع رغم كل الظروف. يعني هم يعملون بمهنية لو بفوضوية؟ عملنا بمهني إن شاء الله، بس ما يوصل إلى حد الطموح اللي بسبب الضغوطات اللي موجودة في بعض الأحيان، تصبح ضغوطات وأنت تعرف الوضع البلد ووضع يعني مثلا كل واحد يريد مثلا يداوم من بيته. احنا ما عدنا، احنا ضمن التعليمات ما عدنا ضمن عدنا برنامج كما هي بالتعليمات، تعليمات السيد الوزير يقول انه اللي تعيين جديد انه لازم خارج الـ يدخل بالمناطق الريفية 5 سنوات، وبعدين وراء 5 سنوات نحاول ان نجيب الى المراكز ونحاول نسد النواقص اللي موجودة، وفق خطة مرسومة بالتعاون مع الوزارة ومديرية التربية ومديرية قسم الاشراف التربوي. وبالتالي انت شنو دفعك انه تقدم انتخابات مجالس المحافظة؟ حقيقة عدة أمور، يعني أولا أن المجال أنا كمشرف تربوي خدمتي بالإشراف التربوي 16 أو 17 سنة، عملي واسع وخدوم إلى كل الناس وأكلف بكثير من القضايا وكثير من اللجان أنا أكلف بها وإن شاء الله أنجح، ولكن عندما أصل مجلس المحافظة سنصبح الأمور التشريعية هي مجلس المحافظة عبارة عن برلمان مصغر حقيقة، هو تهيئة التشريعات الموجودة وإلى الله سبحانه وتعالى أراد الله ووقفنا في سقف مجلس المحافظة سنقوم ببعض التشريعات اللي لا نستطيع عملها أو لا نستطيع إنجازها كمشرف تربوي. شوفي مجلس المحافظة هناك صلاحيات وهناك تشريعات والنزول إلى الميدان، وإضافة إلى ذلك وتعاون الأخوة ونصبح كتلة واحدة ونصبح الصوت الهادر للتربويين الموجودين في محافظة النجف لتكملة كافة طلباتهم والمناشدة إلى الأخوة الأعزاء في سبيل أن نقف ونطور العملية التربوية، لأنه أساس المجتمع هي العملية التربوية، أساس المجتمع هو المعلم، أساس المجتمع هو المدارس حقيقة، ولولا المدارس ولولا التعليم ولولا لا يمكن نجاح الانتخابات بدون الأخوة المعلمين التربويين، لا يمكن نجاح الإحصاء السكاني بدون الأخوة التربويين الموجودين، لا يمكن نجاح أي عملية في العراق عملية واسعة تقاد بدون وضع بصمات الأخوة التربويين، لذا أناشدهم في الوقوف صفا واحدا لاختيار من يمثلهم إن توفرت الأمور اللي هي في أذهانهم نحو مجتمع أفضل، نحو مجتمع متعلم، نحو مجتمع واعي خالي من التخندق الحزبي، وبالتالي نطور بلدنا ونطور محافظتنا ونطور منطقتنا، والله على ما أقول شهيد والله ولي التوفيق إن شاء الله. هذا على عضو مجلس المحافظة أن يكون مجامل مثل المشرف التربوي، صحيح هذا الكلام؟ احنا الطابع المجاملة على حساب الناس لا يمكن ان يكون طابع المجاملة على حساب الناس على حساب مصالح الناس، ولكن المجاملة وفق مجتمع عشائري مقبولة اذا كانت لا تؤثر سلبا على الناس ولا تأخذ من مصلحة الناس ولا تؤثر على مصلحة الناس ولا
يمكن تحريف هذه المجاملة ضمن الأطر القانونية. نعم المجاملة قد أكون أجاملك وقد أكون أجامل القناة وقد أكون أجامل، لكن بالتالي أنا بشر وأنا ضمن مجتمع عشائري وضمن مجتمع إسلامي وديني، فهذه كلها مريودة على أن لا تكون تؤثر على مصلحة الناس وعلى القانون والدستور. رسالتك للناخب العراقي اللي بعد مظل أيام مظل شيء للانتخابات، شو تقول له؟ أدعو الأخوة الناخبين، أدعو الأخوة الناخبين أنه كما أشار المكتب سماحة السيد السيستاني أنه الخروج إلى الانتخابات واجب وطني، يعني وطننا يحتاج أن نخرج إلى الانتخابات واجب وطني، ولكن اختيار الأمثل والأنسب والأصلح هو واجب شرعي، وبالتالي علينا الانتقاء نحو الناس اللي هم ناكرين ذاتهم خالصين إلى البلد وإلى الوطن. حقيقة ندعو جميع الناس، جميع الناس الأخوة المكلفين بالانتخابات الذي هم يسمح لهم بالانتخاب الخروج نحو هذه التظاهرة الجيدة جدا اللي مجتمعات العالم تعمل بها، وبالتالي نحقق بلد ديمقراطي، بلد إسلامي يقوم بخدمة الناس، خدمة المواطن من موقع أدنى إلى أن نوصل إلى سلم الأعلى السلطات، وبالتالي هي هذه العملية، هي هذه الروحية، هي هذا نقبل بكافة النتائج اللي تعالى. نحن نطرح أنفسنا على مجتمع ونقبل بكافة النتائج وفق الديمقراطية المرسومة، وهذا بلدنا حقيقة لا يمكن أن نغير بالانقلابات، لا يمكن أن نغير بالفوضى، وإنما وسيلتنا الوحيدة هي الخروج إلى الانتخابات واختيار الأنسب والأمثل. لا نختار الفاسد، لا نختار المتخندق، لا نختار، وإنما نختار الإنسان الذي هو يستطيع أن يعمل بنكران ذاته، يعمل نحو المصلحة العامة، يعمل ذو مسحة دينية، وبالتالي نحقق النتيجة اللي نطمح إليها، وبعدين ما نندم على إنسان نوصل إلى هذه إلى قبة المجلس المحافظة وبعدين يصبح من الناس اللي هم لا سامح الله من الذين هم يسرقون قوت الشعب ويعملون وفق. زين النجف ايش تحتاج اليوم؟ حقيقة النجف هي المدينة المقدسة، هي عاصمة العراق الإسلامية، والنجف تحتاج من عندنا الكثير والكثير. لو نبذل دماءنا مثل ما أعطيته دم في سبيل محافظتي وفي سبيل ديني وإسلامي، أعطيته أخي بال79، أنا أبذل نفسي وجهدي إلى محافظة النجف لأتمم أو أكمل ما هو عمل به حقيقة الأخوة الموجودين، ولو مو بالمستوى المطلوب، وإنما إحنا تجربتنا تجربة أبشر يا عراق هي تجربة إصلاحية، أي نبحث عن جميع الهفوات، جميع النواقص، جميع حتى نكملها بالأسلوب أو بالخطة المرسومة وبالبرنامج الذي قد رسمناه على أنفسنا وعاهدنا نفسنا وأقسمنا على أن نخدم النجف بكل ما نملك، بدماءنا نخدم النجف، احنا اعطينا دماء نخدم النجف بأنفسنا يعني وبأولادنا نخدم، وهذه تستحق من عندنا لأنه هي مدينة مقدسة ومدينة آوتنا ومدينة العلماء ومدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. النجف ليس بالمستوى المطلوب حقيقة بسبب المحاصصة وبسبب التجاذبات التي تحدث بين السياسيين تارة وبين الأحزاب تارة أخرى، وبالتالي نوصل إلى هذا. احنا نقف على جميع المخصصات اللي تعطى للنجف، يجب أن تبوب وفق ما تستحق المشاريع بالدرجة الأولى، البنى التحتية بالنجف خالية من يعني من 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 الأمور الجيدة، المدارس والأراضي الزراعية اللي تحولت إلى سكنية، نبتدع طريقة الرش الحديثة نحو الفلاحين المزارعين وأكثر مجتمعنا مزارعين، الأسعار المدعومة، الأسعار المدعومة، الأسمدة حقيقة، وكثير من هذه الأمور وفق برنامج مرسوم عندنا، لا يسعنا الوقت إلا أن نطرح في هذه اللقاء، وإنما هو مرسوم برنامج ونمشي عليه خطوة خطوة، والنجف عليها يعني أرواحنا إلها النجف حقيقة، أتمنى لك كل التوفيق وأرواحنا كلها إلى العراق العظيم. الله يحفظك، أتمنى لكم كل التوفيق، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير الجزاء، وشكرا جزيلا على هذه القناة الموقرة، وشكرا على جمهور اللي يستمعون لنا. أدعو جمهور كافة وجمهور النجف كافة، أنا مرشح محسن عبد العالي جبار الدرفي، أنا مشرف تربوي من ذوي الشهداء إلى الوقوف صفا نحو الانتخابات والخروج الانتخابات واختيار الأنسب
نقول كما قالت المرجعية المجرب لا يجرب. إذا المشاهدين انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام في هذا الجزء من برنامج إبشر. مثل ما تشوفون احنا انتقلنا لأكثر من مكان في سبيل أنه نسوي لقاءات في مجموعة من المرشحين. أيضا مرشحة أخرى اللي هي التربوية سلوى راهي عبيد الجبوري. مثل ما تشوفون قصتنا نوقف وراء هاي الفليكسة اللي بيها صورتها، الله يحفظك إن شاء الله ست. راح أتعرف عليها تربوية، تحدثت وياها قبل اللقاء بكثير من الأمور. حقيقة امرأة حديدية. مرحبا ستي. اهلا وسهلا. شلونك؟ شلون صحتك؟ الله يخليك، الله يحفظك. شكرا لك. اشكرك. اتمنى لك كل التوفيق. العفو استاذي. الله يحفظك. اريد تعرفين نفسك للسادة المشاهدين، رقم التسلسل والقائمة ولا هو مكتوب هنا بس ما يخالف. ان شاء الله. سلوى راها عبيد الجبوري، تربوية، معلم جامعي طبعا. أنا درست اللغة الإنجليزية تقريبا 20 سنة، واختصيت حاليا هسه عربي وهسه رياضيات. تدريس اللغة الإنجليزية صعب لو سهل؟ لا السهل سهل؟ سهل سهل حسب المعلم، إذا كان سهل هو فالإنجليزي سهل. يعني المعلم سهل لو الطريقة اللي يستخدمها في إيصال المادة سهلة؟ مو طبعا طريقة هي أهم شيء. الطريقة هي ماكو اختلاف طريقة عن طريقة. نعم. كلها نفس الطريقة بس نعم. طريقة توصيل المادة للطالب يعني تعتمد على المعلم. لا ليش عندنا طلابنا متخوفين إنجليزي انجليزي؟ مو بس الطلاب، الاهل يعني هم اصلا متخوفين من اللغه الانجليزي. إيه؟ واللي هي اصلا هي تعليم لغه ترى. إيه؟ حروف، حروف وكلمات وقواعد جمل. هو طبعا الطالب كله يتعلم من الاول الابتدائي الحرف. إيه؟ واسم الكلمه يعني. إيه؟ صوره. إيه؟ لما يعني يتقدم بالمرحله اعتيادي يبدا من الرابع ياخذ قواعد الدور. خامس سادس راح يتعلم الدور التراكيب المقاطع بها بعد وراه صادس. شوية شوية يرتقي. أكيد راح يدور يتعلم طبعا بالممارسة والمواظبة والقراية والحفظ والكتابة. أكو هم في طريقة أخرى لتعليم اللغة الإنجليزية اللي هي تكتب مفردات، لا كلمات دفتر. أي. يومي 10 كلمات بالشهر 300 كلمة بالسنة بالضبط. إيه. هذا احنا نستخدم تصير، وإذا قاموس ناطق يتحرك وإذا هو قاموس ناطق. هذا نستخدم التيست كان يعني. إيه. كل 10 كلمات يعني نعطيهم إياه امتحان بهم. إيه. تيست. إيه. يعني حفظ وكتابة. ممتاز. كتابة املاء اكيد. هي اساليب كثيرة اكيد كل شيء. إيه. يقدر. زين هنا انا شلون قدرتي تنتقلين من مادة اللغة الإنجليزية للعربي؟ أنا كملت طبعاً كلية التربوية المفتوحة. إيه؟ اختصاصها معلم صفوف أولى. زين. معلم صفوف أولى يعني مو بس لغة عربية يدرس، كل المواد. نعم. كل مادة يقدر يدرسها معلم صفوف أولى. إيه؟ يعني العربية أو إسلامية رياضيات. نعم. حتى الإنجليزي يعني الصفوف الأولى عادي ندرس. زين وبالتالي قدرتي أنه تنتقلي من اللغة الإنجليزية لاختصاص يعني. زين الرياضيات شلون؟ هو نفس الشيء يعني الفكرة؟ يقدر يقدر يدرس. إيه. أي مادة. تنصحين المدرس أو المعلم اللي يضطر أنه هو اختصاص عربي مثلاً؟ أي. ومدير المدرسة نتيجة الشاغر الموجود مثل ما قالوا لي بعض الأساتذة يكلفه بمادة أخرى، إيش تنصحي وأنت تربوية؟ شلون يروح لليوتيوب مثلاً؟ شلون لو هو يقرأ المادة ويوصلها لطلاب ثاني ولو شلون؟ طبعاً يحضر. ولا تنسى كل معلم ماكو. إيه؟ معلم ما عنده معلومات الابتدائية. ترى الابتدائي هي أسهل مواضيع طبعاً. وأهم مرحلة. وأهم مرحلة هي الابتدائية. ثانياً المعلم في صناعة الشخصية وصقلها وكل شيء. المعلم إذا ما يحضر المادة اللي قدامه يعرف شنو المادة مالته ويخطط لها اللي قدام يلا يقدر يدرس. يعني مو يجي هيك شيء. هسه احكي لنا على الواقع التربوي، احنا هنا بيا منطقة. احنا منطقة بصخير طبعاً واقعنا كلش تعبان، خاصة هاي مرحلة الإعمار تدري. ايه؟ هسه دمج صار عندنا كل 3 مدارس سوا. ايه؟ يعني احنا هسه جايين داوم 3 مدارس سوا. نعم. يعني لا الوقت الدرس يكفي للطالب وللمعلم. نعم. يعني من درس الدرس ماكو فرصة. ايه؟ يعني درسين يعني الاول والثاني دمج. ايه؟ تبديل مجرد جدول نبدل معلم مكان معلم. نعم. هيك يعني صارت يعني زحم صار. ايه؟ يعني اولا المعلم تعبان، الطالب تعبان، يعني معلم يطب معلم فرصه ماكو يعني ماكو فرصة. صعب ضغط 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 يعني هم ضغط مو بس هيك وصف وقت ال اكيد اكيد وقت الفقل يعني الحصه ولا تنسى المدارس 40 دقيقه يعني احنا شوف ايه؟ وقت 30 دقيقه 30 يعني غير احنا مدارس 25 45 دقيقة وكنا يعني هم يلا تكفينا نأدي الواجب مالتنا. زين هسه تعال 3 مدارس ولا تنسى المدارس كلها متهالكة، رحلات كلها مكسرة، يعني شوف الطالب يعني انا بقول للطالب نسويها مرجيحة
الرحله لانه الكاش بعد يعني هم بمرحله بعدهم مو ذاك الادراك وشعور بالمسؤوليه ابتدائي طبعا يعني هذه المرحله لازم واحد يهتم بها خاصه المدارس الابتدائيه يعني مدارس كلش تعبانه رحلات مفلشه مدارس مفلشه زين ترميم ثلاث مدارس سوى يعني شوف شلون تتحملها ثلاث مدارس ليش دائما الترميم او الانجاز يجي بعد الدوام الرسمي هي هسه مو المشكله المشكله بدا ترميمهم بدايه الدوام يعني احنا هسه دمار للطالب هذا دمار يعني هو قصدي انه بدا الدوام الرسمي بدا الدوام الرسمي اشتغل الترميم زين ليش الفتره وينكم يعني عطله كانت عندنا ما اشتغلنا بالعطله ليش خبا انا استفاد عندك العطله ارمم بالعطله ليش بيا ما بدا الدوام انت يعني ليش فالناس كثير كلها راح تتوجه لمن للمدارس الاهليه يعني على ابو الحكومه مفلش احنا نودي ابننا اهلي انا هسه يعني انتبهت اكثر الطلاب نقلوها مدارس اهليه اها هواي عندنا صار نقل للمدارس الاهليه اضطروا يعني هو شاف مدرسته مفلشه وثانيه وهنا ايش قد ابو المدرسه الاهليه ايش قد ياخذ على مرحله الاول ابتدائي تعرفين تقريبا بال 700 800 ياخذ هواي هم هواي هم هواي على اكو ناس ما عدت يعني يدرسون زين يعني ما تيجي للمدارس الحكوميه ليش ما تجي اذا هي المكان احسن ومرتب واناره وكهرباء ومولده وما اعرف شنو وكذا خدمات وحمام المدارس الحكوميه يعني اقل معلم عنده خدمه في 20 15 سنه اي بس مقابل الخدمه اكو ضغط عليه اكو هواي بالصف جام مكسر طبعا احنا ما نريد مشاهدينا الكرام نصادر جهود وزاره التربيه انا اكثر من مره اقول بالعكس اكبر بكل المنجزات اللي تقوم بها وزاره التربيه ووزير التربيه و الستاف اللي وياه ولكن احنا بحقيقه هسه مفترينا كم محافظه بدنا نشوف مآسي مآسي يعني بكل معنى الكلمه زين شلون احنا نضل هالشكل مدارسنا والله العظيم ثقوا بالله انا اتمنى انه كل الوزارات تساهم في دعم وزاره التربيه كل الوزارات العراقيه الوزاره المعدومه اي بالله العظيم لان صناعه انسان يا معودين طفل اذا ما حصل على تعليم يعني اجرام يعني فشل يعني قرار غلط يعني إدراك ماكو وعي ماكو فشل ذريع وخلص هاي خسرنا لهذا الشخص بس المدارس يعني عندك لا تنسى الروضات يعني احنا هسه قضاء ايش كبرى اثنين روضات يعني ايش قد عدده ايش قد سكانه روضتين يعني فتحوا روضات شوية اعطوا مجال خاصة يعني طالب الروضة يجينا مهيئ مو مثل الطالب اللي يجيك من البيت احنا جايين عاني بداية الدوام اكثر الاولياء الامور تجي ويا ولدها ليش؟ لأن ما داخل روضة زين الروضة بعيدة يودي روضة بعيدة أهله ما يودوا روضات بعيدة فأنا أقول يا ريت يفتحون روضات شنو أهمية هاي الروضة؟ الروضة يعني أنا أقول لك شلون تهيئ الطالب شلون يقعد بالصف شلون مصادق الطلاب يعني هاي حلوة للطالب متجاوز حاجز الخوف متجاوزة جاوز الخوف زين احنا تدري احنا شهر كامل أولياء الأمور البيبيات والأمهات قاعدات ويا ولدهم بالصف يعني شلون معلم راح يطي درسه صحيح إذا أنت أبو يعني هذا بس يروق ويمشي ما يقدر ما يقدر يعني الساحة متروسة أولياء أمور ولدها تبكي يعني شلون نطلع الطلاب يعني هاي احنا نعاني من هاي المشكلة طبعا يا ريت أكثر روضات عندنا روضات لأنه هاي تهيئة الطالب للمدرسة يجينا الطالب مهيئ يقعد براحته حلو ويصادق الطلاب يعني هسه احنا يجينا من البيت قبل ولا تنسى احنا هذا الانترنت يعني أكثر الطلاب عندها حالة توحد احنا عندنا حالة توحد احنا جايين نتعرض طلاب عندهم حالة توحد ولهذا احنا ولو يعني التربية يعني مشكورة فتحت لنا التربية الخاصة طبعا دول اللي بيهم يعني اكو نسبة مال توحد خليناهم تربية خاصة ولا وشنو أعراضه؟ ما يقبل يصادق ما يقبل واحد يدنا يمه يعني ما عنده يعني ويا الطلاب الثانيين وحده منفرد يعني حتى من يسمع صوتي يحط ايديه بذانه يعني احنا جايين نشوف هاي الحالات نميزها نطلعهم ونخليهم تربيه خاصه وهذا شلون واحد حتى يرجع طبيعي شو يسوي لازم؟ والله من عنده جهاز الموبايل احنا هواي عالجنا لا مو مال الموبايلات يعني هو هاي ترجع يعني للاهل تاب تاب وما اعرف شنو ترجع للاهل وكارتون. لازم اي الاهل لازم يتابعون الطالب لازم الاهل يتابع يعني انا مكان ما اخليه قاعد النهار كله لازم موبايله وهاي ليش خب اعطيه العاب اجيب له العاب اللي هي مكان الموبايل مو هذا احسن حتى يقلل نسبه التوحد عندنا بالطلاب ترى كلش قويه نسبه يعني شوف نسبه فاكرة. التوحد عندنا يعني حتى من يجينا يحكينا فصيح يحكي فصيح ومرات انجليزي عنده يحكي كلمات انجليزيه لانه ولا تنسى الايباد والتاب والهاي كله انجليزي البرامج مالته ولا فانا شفتهم يعني مو هو هذا المدير حتى يسكت ينطوي هاي هاي غلط هذا غلط واحنا جايين نوصي يعني حتى الاولياء الامور يعني بنشوف اولاد يا بليش تطي موبايله هيك شدوم ما يسكت الا موبايل بالنسبه لعوده مره اخرى لموضوع الواقع التربوي
انت شنو من الامور اللي خلتها في بالك لدعم المعلم والمدرس وهاي الشريحه المهمه؟ اكيد يا ريت يعني انا اقول شويه يطورون مدارس حكوميه الاهتمام بها، خاصه تجهيزها رحلات، يعني صبورات، شغلات وسائل تعليميه تفتقر الها المدارس، اكثر المدارس ما عندها وسائل تعليميه. يعني انت المعلم انت تجيب وسائلك، انت احنا نضطر احنا نشتغل وسائلنا بيدنا للتعليم. فيا ريت يعني التربيه تركز على المدارس، خاصه المدارس الابتدائيه، ودعم المعلم. طبعا المعلم اسوي لهم يعني في التشجيع، مثلا اذكرهم برنامج اذكر المعلمين. ما جايين نشوف احنا هذا الشيء ابد للتربيه، خاصه التربيه. زين، بعد شنو الامور اللي انت خالتها في بالك ان شاء الله اذا ما صرتي كعضوه في مجلس محافظه النجف؟ والله يعني ان شاء الله التربيه طبعا من اولوياتي، لانه تعرفاني يعني تربويه واعرف مشاكل التربيه. الخياطه شنو؟ الخياطه انا يعني غير التربيه، طبعا احنا المراه العراقيه تضرب بها مراه حديديه دائما، فتمتلك يعني غير المهنه اكو عندها مهنه ثانيه، انا مهنتي خياطه، حياكه، صالون، يعني انا كلها اشتغلها بايدي. فيا ريت يعني اقول افتح ورش، يعني انا عندي ببالي افتح ورش للنساء. يا ريت اقول كل مراه عراقيه او نجفيه او يعني اختنا يعني تمتلك بيدها مكان ما أمضيع وقتي بموبايل بشغله ثانيه، ادخل خياطه، دوره خياطه، غير تلقى المؤسسه اللي تعرف ان شاء الله. يعني ببالي افتح ورش، ورش ورش والدورات مجانيه للعلم، يعني ما اريد ورشه بفلوس، واريدها مجانيات تنفتح للنساء، وخاصه حتى يتعلمون خياطه. اي وللطالبات انا اقول خياطه على يا ماكينه، الماكينة الفراشة، الماكينة الصناعية. ايه؟ أنا عدي يعني أنا مشتغلة بهيك ورش وهاي، يعني كنت فاتحة دورات مجانية. شو خيتون؟ عبي، ملابس، حياكة. العباية ايش تنباع؟ العباية هي هسه العباية يعني 120، هي مو عن بيع بس هي إلها. يعني مو كان معنا ما يخالف، ما هو كمشروع إذا تعلمت خياطة تقدر تشتري القماش تسوي عباة تبيعها، وبالتالي يعني إذا عباية خياطها هسه 40 35، وهذا هسه خياطة. ما شاء الله هذا خياطي. ايه خياطي هذا خياطي. ايه حلو المرأة من تلبس شيء لها خياطة، يعني يعني حلو. ايه وبالتالي هذا نوع من انواع دعم المرأة، يعني افرح من اني اسوي شيء خيطه والبسه، يعني حلو من يسألون المعلمات او حلو خياطك، يعني هذا يعني انت تفتخر. زين هسه اريد اعرف من عندك السبب الحقيقي اللي انت خلاك ترشحين لانتخابات مجالس المحافظات. والله احنا يعني انا حسب جولتي الانتخابيه يعني شفت العالم كلها عاصفه، ما تريد تنتخب، ما تريد تطلع العالم، يقول لك احنا نفس الوجود جاي تتداور، ومو كان مصير بهذا الحزب يحول الغير حزب يرشح. فاحنا يا ريت يعني الوجوه تتغير، ويا ريت تكون وجوه جديده، يعني ما مشتغله يعني بشغله محافظه او برلمان تكون ما مشتغل، هذا يجيك يخدم لان هو استوى جديد على الوضع، فهذا يريد يكسب العالم بمن بخدماته يقدم خدمات اكثر. اكو عندي شيء بعد تريدين توصلي للساده المشاهدين؟ نصيحه مضى شيء للانتخابات، شو تقولي لهم؟ هو ما بقى شيء للانتخاب. يا ريت انا اقول كل الناس تطلع، انت قاعد ببيتك وتريد تغير، شلون تغير غير اني اطلع حتى اغير واقع الحال؟ يعني انت اذا بقيت اعتيادي كل حزب يطلع هو وجمهوره، وانت باقي تريد تغير شلون تغير؟ يعني مثلا قاعد بمكانك وتغير؟ اطلع اغير، اختار الشخص المناسب، اختار وجه جديد، اختار مجرب لا يجرب، ومثل ما توصل مرجعية جاي تقول لكم المجرب لا يجرب، وانت شفت الناس وجربت العالم. اتمنى لك التوفيق. اشكرك. شكرا. مشاهدي الكرام انتظرونا بعد هذا الفاصل. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من برنامج ابشر، شخصية اخرى ايضا مرشح انتخابات مجالس محافظات، مهم نتعرف عليها وايضا نشوف شنو امكانيه هذا الرجل وهو شو يشتغل حاليا وش يقدر يسوي وشنو عنده من افكار برنامجه الانتخابي الى غير ذلك من الامور. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا استاذ سرمد، كل اهلا بك. اهلا وسهلا بك يا مرحبا. اريدك تعرف نفسك للساده المشاهدين والتسلسل والرقم. انا امجد حمزه دايخ العابدي، بكالوريوس علوم سياسيه جامعه المستنصريه، ابشر يا عراق 143، تسلسل 10. الشرف بك. شنو تخصصك حاليا؟ أنا حاليا موظف مطار النجف، مسؤول أمن صالة، سوبرفايزر، وأيضا عضو لجنة نقابية بمطار النجف. يعني شو تسوي مسؤول أمن صالة يعني؟ يعني إحنا كأمن شغلنا بصورة عامة إشراف ورقابة، يعني إشراف ورقابة على الناس اللي تشتغل بالمطار، موظفين المطار، كذلك الشركة الأمنية اللي لازم أمن المطار بصورة عامة، وأيضا
موظفين المطار، بعض الجهات اللي تعمل بالمطار، وكذلك مسافرين. تعرف الأمن صورة عامة، بس احنا كأمن أمن خدماتي أكثر ما هو أمن يعني اختص موضوع الأمن. أمن حتى بالملحق 19 بالنسبة للإيكاو صار الأمن والتسهيلات موضوع يعني تسهيل. تعرف انت بيئة المسافرين مطار النجف والناس اللي تجينا كنوع مسافر بالمطار يختلف يعني قاطبة عن أي مسافر بأي مطار آخر. تعرف انت يعني تقريبا سلطة الطيران والطيران المدني مستهدف فقط لحد الآن تقريبا 10-15% من المجتمع العراقي. فتقريبا اللي يجون واللي يدخلون المطار نوع اللي يجينا بالمطار، أما زيارة أو علاج تقريبا 10-15% يكون سياحة. فهاي الزيارة أو العلاج هاي ناس كبيرة بالعمر، ها يعني زيارة حج عمره كذلك أنت تعرف بعد يعني المراقد اللي عندنا. فهاي الناس اللي تجينا نحكي لك كمجتمع عراقي كمسافر عراقي مو أجنبي كبير بالعمر يحتاج إنه واحد يدلي يساعده. بنفس الوقت أنت أمن مسيطر على الأمن باعتبار راح تكون دايرك احتكاك تاج مالتك مباشر وين وين المسافر. شنو هاي القصة مطار النجف؟ نسمع دائما مطار النجف أكو مشاكل وكذا. والله مطار النجف باعتبار أي مطار النجف على أكثر موضوع يمكن عد المام عندنا بالنجف كلها. ليش يعني أنا صار 7 سنوات بالمطار. مطار النجف 15 سنة من 2008 لحد الآن انبنى من موازنة النجف الاتحادية. للأسف 1600 موظف مطار النجف ما يعرف مصيره وين، لا يعرف نفسه هو للدولة، لا يعرف نفسه للمحافظة. حاليا مجلس محافظة محلول تعرف احنا على باب انتخابات ان شاء الله. هذا واحدة. اثنين عندهم عقود بس عقودهم ما يمدير مطار، تغيروا المدير ما قال عقد مالته زين. هو محروم أبسط شيء ما يقدر يكفل أخوه أبوه، ما يقدر يسحب له سلفة من الدولة. موظف موظف مطار النجف 1600 عائلة نجفية ما يقدر يكفل، ما يقدر يكفل لأن هو ما عنده أي صفة أو أي عنوان وظيفي حاليا. إحنا كنقابة أنا كعضو لجنة نقابية مطار النجف أطالب وأكثر من مرة وصلنا كتابنا لرئاسة الوزراء والأمانة العامة مدراء مكاتب رئيس الوزراء مستشاري رئيس الوزراء نطالب إنه يكون حل دائم للصفة القانونية على الملاك الدائم حصرا موظفي مطار النجف. أريد الملاك الدائم موظفي مطار النجف، هذا نقطة كلش مهمة تنقذ 1600 موظف. يعني ما معقولة 15 سنة مطار النجف أو مالتائه بيد شكم مقاول فاسد، بيد شكم حزب ما أريد أذكر اسمه، الكل يعرف منه سيطر على المطار من تأسس لحد الآن بالتعاقب، طبعا بالتعاقب والتناوب كلها استفادت كأحزاب لكن موظفين المطار ما استفادوا لحد الآن ما يعرف مصيره. يعني انت تخيل موظف كان عايش قبل لا تجي للجنة النقابية، الآن شوية حدينا منها باعتبار صارت عندنا صفة قانونية نداعي ونطالب الموظفين. قبل لا تجي يعني يجي مدير المطار مزاجه تعال جيب باجك اطلع برا. موظف هذا لك كيانة الاحترام صح لو خطأ ما يعرف مصيره لحد الآن. فاحنا نفس الوقت شوف انا صراحه احنا تدري كمرشحين نتابع بعض المرشحين بالنجف، فاكو بعض السياسيين بالنجف او المرشحين اليوم يتعكز على موضوع مطار النجف ويطالب المطار وهاي، بس هو ما يعرف شلون يطالب المطار. اريد المطار يرجع للنجف، اي اوكي واحنا كلنا نريد يرجع المطار للنجف لان هو انبنى من موازنه النجف الاتحاديه 2008 ما عندي اي مشكله، بس اريد المطار اني يرجع للنجف. مو بس هو، اريد حل موظفي المطار 1600 موظف اريد لهم حل، اريد تقرر مصيرهم وشرط على الملاك الدائم صفه قانونيه يثبت. هسه احنا نقدر نسويهم حالهم حال شركات الملاحه الجويه، يرجع المطار محافظه النجف مجلس محافظ ان شاء الله، والموظفين يكون هو موظف موظف تابع للدولة يضمن مستقبله. احنا في كورونا ابسط مثال باعتبار تمويلنا ذاته انغلق المطار نزلت رواتبنا 300 دولار موظفي نزل راتبه انقطع راتبه. راتبكم بالعراق كله بالدولار؟ احنا حاليا عندنا استثناء بالنسبة لموضوع المطار، يعني عندنا استثناء وي مصرف التنمية حتى جاي يصير تأخير عندنا باعتبار احنا نتعامل وشركات الطيران
اللي سددنا بالدولار. فراتبكم زين. هاي احكي لك سابقا. زين يعتبر راتب جيد لو قد رواتبكم. يعني حاليا هو جيد اوكي، بس في حال انقطع تمويلات انت لا انتهى مصيرك. الصراحه حاليا اوكي ما عندي مشكله، بس انا على ابواب جاي نقطه مهمه كلش. انا طلعت مظاهرات ب 2020 طبعا مو بس انا، انا احنا اكو لجنه تنسيقيه ومن عندها انبثقت النقابه مال مطار النجف. احنا كنا 30 شخص، حاليا 10 منهم من قضى نحبه ومنهم من انتظر. اللي بقى على موقفه ثابت واللي صاحب كلمه مثل ما يقولون الحمد لله مستمر ويانا واحنا موجودين. احنا انفصلوا، حتى انفصلوا من عندنا بسبب وقفتنا باب المطار نطالب بحقوقنا. انفصلوا عندي 8 موظفين هم اخوتنا واصدقائنا وزملائنا وبالتنسيقيه والمطار، والكل يعرف تنسيقيه المطار انا احكي حصرا داخل المطار. اكو بعض الناس اللي استفاد واللي انت تعرف واللي سيطرت عليه الاحزاب واللي باع القضيه، ما اريد ادخل بهاي التفاصيل، بس عندي موضوع مهم بالمطار. انه احنا لما سوينا اللجنه النقابيه تقريبا يعني قدرنا شوي نسيطر، ناخذ حتى نريد نطلع وقفه احتجاجيه نطالب بحقوقنا، ناخذ الموافقات، عندنا تنسيق ويا قياده الشرطه ويا المحافظ ويا اداره المطار، صار اكو يعني شلون تقبل من الاخرين، ثبتنا وجودنا. زين بعد شنو عندك من ملاحظات اخرى؟ انا ملاحظاتي على المطار حاليا، مطار النجف على ابواب منافسه من مطار كربلاء. عندي انا اجاني بوقت اجى استلم سياده رئيس الوزراء، دوله رئيس الوزراء، اجانا مستشار رئيس الوزراء زياره للمطار اللي هو المنافذ والمطارات، المطارات والمنافذ الحدوديه، الفريق سامي السوداني. احنا استقبلناه كموظفي مطار وكلجنه نقابيه وسولفنا وياه واخذ توصيات وصار طلعنا وقلنا نعم نعم للسلطه، نريد احنا صفه قانونيه. اجتنا السلطه وجانا حاليا مدير المطار، للامانه الرجل من باب نزاهه نزيه، ما عندنا اي مشكله، بس احنا مطارنا استهلاكي، مطارنا استهلاكي يحتاج تصليح دائم. انا حاليا رحلاتي نزلت من 42 45 40 رحله 18 17 20 رحله. ليش؟ لان صار عندي تخسف بالمدرج، بالتالي بعض الرحلات طائرات اللي الهيفي احنا نسميها ما تقدر تنزل، ما تقدر تنزل. اذا صار حركه الرياح معاكسه قويه ما يقدر ينزل بالاتجاه الثاني. حاليا فقدت هواي من عدد الرحلات، والحقيقه والكل يعرف لو مطار كربلاء الان مفتوح ووجد البديل فال18 رحله ما اسلم عليها حتى بثمان رحلات يوميا. فيراد عمل وتصليح عاجل بخصوص موضوع المدرج. وحاليا عندنا اموال، قلت لك الرجال نزيه لا تبخس الناس اشياء، فعندنا اموال بالمطار تكفي ان تبني مدرج كبير، وحتى ولو انفتح اي مطار ما راح يعني يظل بالي يمهم. ليش؟ المدرج الجديد راح ينزل عند الشحن الجوي، لازم نحرك موضوع الشحن الجوي، نقطة كلش مهمة، واردات للمطار عظيمة صراحة الشحن الجوي. فأنا محتاج حاليا أواكب التطور بالمطارات الأخرى، أحتاج مدرج جديد، وأحتاج عندي صالة 7% موجود من أساسه أقدر أشتغل عليها. هذا الكلام قلتوه ممثل السيد رئيس الوزراء؟ والله انا كنت قاعد ويا مدير مكتب رئيس وزراء الجهد الهندسي قبل اسبوعين تقريبا، وانطيته طلبات وانطيته مقترحات وسلمته كل وحكيت كل شيء. هو هذا الموضوع، النقاط اللي تذكرها انت هسه هي اللي دفعتك انه تقدم انتخابات مجالس محافظه؟ طبعا. يعني اولا منفذ مثل مطار النجف امواله تايهه، موظفين لحد الان ما يعرفون مصيرهم، وانت تشوف نفسك عندك قدره ان تكون صاحب قرار وتقدر تسوي شيء حلو للنجف، مطار النجف، فأكيد الصد. لما نشوف أنت عندك قدرة، الوضع تعبان وأنت شاب وميداني وإداري وعندك واختصاصك ومجالك، هي ليش ما الصد؟ لا أنا الصد وأوقف بوجه أكبر واحد في سبيل مصلحة النجف وأبناء النجف. أنا أتمنى لك كل التوفيق. ممنون سيد. الله يحفظك. انه اليوم الانسان يكون عنده راي، يكون عنده موقف، يكون عنده
كلمة وبالتالي دافع بها. هو الإنسان كلمة وموقف. بالتالي أنت كرجل أمن تشتغل بالمطار، شنو يعني ملاحظاتك على الوضع الأمني هنا بالمجال؟ والله صراحة يعني وضع الأمني متداخل، بس قبل لا أحكي بسلبيات وضع الأمني أنا أكيد أوجه الشكر والتقدير لكل رجالات الأمن اللي موجودة عندنا بالمحافظة، من شرطة، من اتحادية، من جيش، من نجدة، من كل جهات تتابع لكل وزارات الداخلية والدفاع والأمانة اللي أكو بيهم تابعين لأمانة عام رئاسة الوزارة، مشكورين وما مقصرين. بس هو بصراحة يراد لنا تكثيف الجهود، أكو عندنا حالة خطرة الكل يعرفها بالمجتمع، هي آفة الآن للمجتمع النجفي والمجتمع العراقي بصورة عامة اللي هي المخدرات. الصراحة احنا اليوم كل احنا بين خلال اسبوع نسمع انه فلان قتل عائلته، فلان قتل، هذا تحت تأثير المخدرات. بالتالي يقولون الوقاية خير من العلاج، احنا اليوم نحاول نحد من موضوع المخدرات، من هاي الآفة اللي اكلت شبابنا، نشتغل عليها اولا شلون نخلي رصانة بسيطراتنا والمنافذ اللي تدخل للنجف او لاي محافظة ثانية مو بس النجف، والحدودية منافذ حدودية. المخدرات تمر من السيطرات؟ يعني اكيد اكيد مو باتفاق بين السيطرات، وان مرت فاكيد بطرق اخرى يعني، وانت تعرف توميه اكيد يصير توميه يعني اكيد، فاحتمال اكو طرق فرعية اخرى كل احنا نعرفها، فيصير لازم انتباه من قيادة الشرطة عليها والمحافظة. وبنفس الوقت يرادلنا مراكز تأهيل المدمنين بالنجف، هذا كلش مهمة. اليوم الشباب تدري انت بنفس الوقت منوفر فرص عمل حقيقية للشاب، ما راح يصير عنده وقت حتى يروح يلتهب المخدرات وتيه عائلته. لو كانت اكو فرص عمل حقيقية ونشتغل على القطاع الخاص ونوفر بعض المعامل والمصانع، قبل 3-4 أسابيع انفتح معمل دواجن بيض بكربلاء ضم 1500 أو 2500 ما أعرف الرقم بالضبط، شاب تعينه وشباب جدد، بالتالي وفرت له فرص عمل، حديت من البطالة، حديت من خطورة إنه هو يروح يكون مدمن صح له خطأ، بعد هو إنه هو عنده عمل ملتهي عمل يرجع شلون يوفر سبل الراحة لعائلته، هو راح يلقى مكان يقدر يأجر بيت، يقدر يشتري بيت مستقبلا. هذه الأمور كلش مهمة، فبالتالي هو قلت لك بالشابك موضوع الأمن بالنجف والعراق بصورة عامة، إرادنا تكثيف الجهود، إرادنا مساعدة من المواطنين والجهات الأمنية، وإن شاء الله مستقبلا يعني هاي ال10 سنوات المقبلة إحنا على أبواب خير إن شاء الله للنجف والعراق بصورة عامة. زين أنت في أي لجنة تشوف نفسك من لجان مجلس محافظة النجف؟ والله الصراحة اللي يصدى ويريد يشتغل من يكون بأي لجنة ماكو مشكلة، المهم يقدم شيء حقيقي للنجف. بس أنا أشوف نفسي مجال اختصاصي، عندي بعض الشهادات اللي تخص الأمن ومن الإيكاو وسلطة الطيران المدني، إن شاء الله أقدر أكون خير من مثل لجنة الأمن مجلس محافظات النجف، مجالس محافظات النجف. شنو هذا الشعار اللي موجود هنا؟ أبشر يا عراق. ليش أبشر يا عراق؟ إحنا كشباب صارت عندنا صراحة اليوم بالشارع المام عن الوضع السياسي، مو بس أمجد العابدي، أنا أبو الاختصاص، أنا أبو العلم السياسية، لا الشارع العراق كله يسولف بالسياسة. فإحنا كل إحنا شفنا النجف الوحيدة، المحافظة الوحيدة منتخبات مجالس النواب صعدت 6 أو 7 مستقلين، من شفنا المستقلين قلنا انه راح يصير خير، بس للاسف بعض المستقلين حاليا ما يقدر يطلع بالشارع النجفي لان ما قدم شيء، لان ما وفد جمهوره. هسه يمكن نقول بعض الاحيان انه ذول اللي صعدوا المجلس النواب ماكو حزب يسندهم، ماكو ظهير سياسي حقيقي يوقف وياهم. هسه انا ما اريد اقول انهم خانوا النجف وهاي، لان انا ما اعرف الظروف اللي يعيشوها، بس انا اليوم رحم الله امران عرف قدر نفسه، انا امجد العابدي بدايه مشواري شاب يمكن اصغر مرشح بالقائمه او على مستوى النجف، لما اريد ادخل واقدم الجمهوري احتاج ظهير سياسي وياي،
ولازم نفس الوقت الامانه اللي يحملنيها المجتمع النجفي والناس اللي تطلع تنتخبني لازم اتحمل هاي الامانه واعرف انه هاي الامانه برقبتي ومسؤوليتي، فلازم اختار صح. اجتنا هواي جهات وجتنا هواي ناس بس لازم احنا نختار صح. اختارت بشر يا عراق لاسباب والكل يعرفها. الاول انه احنا ببشر يا عراق كل احنا وجوه جديده، اول مره نشارك انتخابات، ماكو واحد بينا عنده دوره برلمانيه او دوره مجالس محافظات سابقا. ابشر يا عراق 60% شباب، ابشر يا عراق سبل المنافسه موجوده. اليوم كل احنا سواسية، يبقى امجد يتعب على نفسه، جمهوره واهله وناسه واصدقائه تفزع وياه، امجد صعد. ابشر يا عراق القائمة الوحيدة ما بها اي انتماءات، قلت لك انا احتاج الظهير السياسي بس بنفس الوقت مو الظهير السياسي اللي حاير بانتماءاته، الحاير بجمهوره، الحاير خلينا نقول بابناء حزبه، لا، ابشر يا عراق هي فرصة. قالوا احنا الفرصة، انتم لكم الفرصة وانتم البديل، لكم الفرصة وانتم البديل. فاليوم احنا اعطيناكم هذا برنامجنا، وللامانة ابشر يا عراق حتى ما بها ما قيدوني، خلونا اخذ مساحتي، ما حد فرض علي، ما حد وقعني، ما حد شرط علي، وانا الصراحه ما احب احد يفرض اي شرط. احنا كنا نعرف بعض الجهات يوقعك لقدام قبل لا يدخلك بالقائمه، صح لو خطا. فهذه الاسباب، كلنا سواسيه وجوه جديده ونقدر ننافس بسهوله، ما حد فرض علينا، قائمه ما جابت انتماءات وخلت وحارت بابناء حزبها مثل ما يقول. لا، بالتالي انت استاذ امجد تبحث عن منصب؟ اكيد انا حاليا داخل مجالس محافظات، اليوم هدفي الفوز، حتى اقدر اقدم خدمه للناس اللي اني كفلوني وخلوني خير من يمثلهم اعتبروني مجالس محافظات، فهاي امانه برقبتي، لازم اختار المكان صح حتى اقدر اوفر لهم اللي هم ان شاء الله محتاجي كمجتمع نجف بصوره عام. انا اتمنى لك كل التوفيق. اهلا وسهلا، الله يحفظك. الله يخليك. شو تقوله للناخب العراقي؟ اي طبعا، الصراحه عندي رساله وعتب للمجتمع النجف والمجتمع العراقي بصوره عامه. خلينا نعتب لو نط الرساله، شو تقول؟ والله عوف العتب. لا، العتب مهم. مو العراقي مجروح. العراقي حقه مجروح. ويقولون الخير يخوص والشر يعم. يعني. اي صحيح، بس واللي الناس اللي الناس اللي سبقتها، انا جايك، الناس اللي سبقتنا يمكن هم اعتبرهم صاروا عالي علينا، سلبيتهم رجعت علينا احنا كشباب كوجود جديده. بركه بيكم. فان شاء الله احنا ما راح نقصر، وخلي يعتبرون انه الانتخابات واجب والكل يطلع، حتى من تروح ما القى مواطن، صراحه ما اريد ألقى مواطن بالنجف أو بالعراق بصورة عامة يقول أنا ما عندي، أنا محتاج، أنا كهرباء ما وصلتني، أنا قاعد بالتجاوز، أنا الدولة ما منطقتني راتب، أنا صح. أريد يختارون صح حتى ما تبقى نفس الوجوه اللي هي حكمتهم 20 سنة تحكمهم بعد هاي السنوات. إن شاء الله إذا الله سهل لك وفزت إن شاء الله مقعد في مجلس محافظة النجف إن شاء الله. أو تعرف يعني راح تكون مجهول وكذا ويجي واجتماعات وصح دورية وتصويت وكذا، كل الأمور ربما صح. سفر ربما فعلا. كذا راح تقفل تليفونك؟ هذا السؤال دائما أنسأل. أنا هسه قاعد وياك لقاء، تليفوني يمكن 5 إلى 6 مكالمات، فأنا كنت صريح. أقصد بعد اسمح لي، أنا هسه وياك مو كلش هذا اللود اللي علي من أبو، صح لو خطأ. فصريح حتى بندواتي وي كل اللي قعدوا وياي يعرفون أمجد عبدي، قلت لهم راح يصير توزيع للمهام، اخلي بكل منطقه، بكل قضاء، بكل مكان، كل ناس انتخبتني راح يكون عنهم معتمد. زين بدي اسالك سؤال. هذا اسمح لي خليني اكمل. هذا المعتمد هو اللي راح تتوجهوا له بسهوله، وهذا راح اعرف انه من يتصل انا كاتبه اسمه واسم منطقته، فهذا المعتمد يعرف شلون يتواصل وياي وباي وقت، وحتى اكو امور هو يروح يشتغلهن وانا بغار. ايه؟ من بغداد. اهلا وسهلا. اعمل في الاعلام، ربما ما اتفق وياك بهاي النقطة، ما تخلي معتمد، اسمح لي. معتمدين بكل مناطق انا قصدي. انا اريد اشوفك هذا الشاب الانيق الجميل المرتب.
رجله لهنا طعم سبطين ما عنده مشكله وكاف ردنا هذا اصلا يمشي ويمشي قدام الانسان الفقير ويبحث عنه ويطرق الابواب ويترك مساله المعتمدين. شنو رايك؟ انا اسمح لي احنا نكون صادقين بالاحترام وتقدير فكرتك. بالعكس هاي الفكره هاي فكرتك كلش بس انا اريد هاي الفكره تطبق. انا بالنسبه لي يقولون كل مقام مقال. اليوم لك هذا التلفزيون لا اسقط صار خطا ومبدل جا. لا ما عندي اي مشكله بقت ان الناس تحتاجني راح اشوفني اشتغل بايدي راح اركض وانا افتر وما راح اقصر وهاي الامور نفسيا انا ارتاح بها للامان. احسنت. حوائج الناس من نعم الله عليكم فهني على يقضي لحاجة اليوم المحتاج الصراحة ويساعد الناس. فبالنسبة لي أنا موبايل يبقى مفتوح ورقمي صار لنفسي 14 سنة ما مغيره و 15 سنة يعني خلي أكون صريح قبل لا أصير عمره 18 سنة باسم أخوي خطي لحد الآن وما مغيره. فموبايلي ما راح ينغلق ولا ادور هاي السوالف اصلا لا تليق بي ولا بسمعتي ولا بسمعة اهلي اللي تعبوا علي. هذا سؤال عذرا استاذ هذا السؤال ينطرح من باب مو يعني لا بالعكس انت مقامك محفوظ وبالعكس احنا جايين نصورك حتى الناس يعرفوك عن قرب يعني بالتالي احنا نسال هاي الاسئله حتى نشوف ردود الافعال شنو. لا بالعكس بس انا صراحه احكيها لهم بكل ندوات وين ما قعدت وين ما سولفت وين ما التقيت بالناس ينسال هذا السؤال. لطيف. اي أنا أشكر كل من يسأل هيك أسئلة. إيه صراحة نسأل خاف من شو أنا رجال هدف اليوم فوز مجلس محافظة بس طموحة بعد من مجالس محافظة وصريح كلش أنا باختصاص فما أريد أتوقف عند مجالس محافظات أبعد أوصل المستوى الصراحة الناس كلها تباوع إنه تقول أمجد عبدي غير خلى بصمة حقيقية والبصمة الحقيقية يرادها جهد يرادها تواصل ويا الناس يراد الناس ترضى عنك وتذر الناس ما ترضى بسهول. أحسن. إذا ما أنت تكون يمهم موفر لهم اللي تقدر عليه وضمن القانون وضمن هاي ننتهي منه ضمن القانون واللي أرضى الله سبحانه وتعالى أكيد. أنا أشكرك جدا أتمنى كل التوفيق أستاذ. إذا المشاهدين الكرام ما أعرف بعد عندنا مرشح آخر لو لا بس انتظرونا بعد هذا الفصل. أهلا بكم الجديد مشاهدي الكرام في ختام هذه الحلقة من برنامج أبشر. هاي آخر حلقة نقدمها واللي تخص الانتخابات واللي تزامنت مثل ما قلنا في أولى حلقات برنامج أبشر مع الانتخابات الخاصة بمجالس المحافظات. صورنا عدد كبير من الأخوة المرشحين والهموم الموجودة في محافظاتهم. حاولنا جهد الإمكان أنه نعبر عن صوت المواطن اللي حقيقة مظلوم نتيجة الفساد اللي نخر بجسد العراق من خلال هذه الفرصة الكبيرة اللي المفروض يطلع بيها أبناء الشعب العراقي ويخرجون يوم 18-12 ما ظل شيء خلاص ها هي انتهى العد التنازلي تقريبا يوم 18-12 راح يخرج العراقيون من أجل أنه شي يسوون ينتخبون أعضاء مجالس المحافظات. أعضاء مجالس المحافظات وجودهم مهم مشاهدين الكرام الغرض من عنده حتى يشرعون قوانين بيها خير تخلي المحافظة تشتغل بطريقة صحيحة وتراقب عمل المحافظ إلى غير ذلك من القوانين والأمور اللي تطلع بيها جلسة مجلس محافظة بغداد. أملنا كبير بكل الشخوص اللي راح يوصلون إلى مجلس المحافظات في كل محافظات العراق. نتمنى من عندهم أنه يكونون شجعان سباع مو مجاملين على حساب هموم الوطن مو مجاملين على حساب الفاسدين. راح تكونون قريبين وفي تماس مع الأشخاص اللي لربما يعرضون عليكم فلوس من أجل أنه تمشون أو ترسون عليهم بعض الأمور إلى غير ذلك من الأمور اللي إحنا سامعيها من خلال تعامل المقاولين أو غير ذلك ويا دوائر المحافظة. انتبهوا المرحلة القادمة مرحلة بناء مرحلة إصلاح إنجاز تقديم خدمات كافي. وصلنا إلى مرحلة العراق لازم يتغير شوارع رئيسية. هذا الشارع اللي يربط بين نجف بغداد مفروض يكون شارع عريض
بلط بطريقة محترمة، أرصفة، مناطق استراحة، مطاعم، تحسبوها بشكل صحيح، تتابعون بشكل جيد لجان المتابعة الموجودة في كل مجالس المحافظات، تتابعون شغل المحافظة، تتابعون شغل المقاولين، تفترون عليهم المهندس ايش دا يسوي، ايش دا تشتغل، مداوم لو ما مداوم، ليش ما مداوم المهندس ساعة عشرة وماكو مهندس، ايش دا تسوي، ليش عايف الخلفة واحدة يشتغل، لان خوش شركة ماكو حكي، تجي انت يا مهندس ليش عايف شغلك، يعاقب المهندس المسيء، يعاقب الموظف المسيء، الموظف اللي ما يشتغل عدل يعاقب، ما يترك، يعاقب المدير العام اللي ياخذ فلوس ويرتشي، يعاقب المدير بالقسم التجاري اللي ياخذ فلوس يعني بتماس ويا المجهزين الى غير ذلك. كافي، مدارس ما عندنا، مدارس بيها خير ما عندنا، صفوف ما عندنا، رحلات ماكو، ثلاث طلاب قاعدين برحله يريد يكتب له فشي طخ بصاحبه، صاحبه اذا يكتب فشي طخ بصاحبه، وتالي جام مكسور، بنكه معوجه، مدارس الحكوميه مهموله، الناس ده تروح للمدارس الاهليه. جل احترامنا وتقديرنا للمدارس الاهليه وما يقدمه المعلمون وادارات المدارس الاهليه الى الطالب، لكن مو ببلاش، بفلوس. انا اريد ابقى يعني انجح المدرسه الحكوميه بيها ستاف محترم، المعلم وهيبة المعلم، المفروض المعلم قامة عليا، راتبه اشوفه شلون زين لو مو زين، قطعة ارض، مجمع سكني، اتابع اوضاعهم، وزارة التربية اوقف يمها، كل الوزارات العراقية المفروض، كل الوزارات، رئيس الوزراء المحترم الاستاذ محمد شاع السوداني، ابدعت انت، نتمنى لك كل التوفيق كل الخير، ولكن اوقف يوم وزارة التربية ارجوك، اعداد الطلاب كبير جدا والمدارس ما تتحمل، ابنوا مدارس سووها ثلاث طوابق، ثلاث طوابق بس بناء حديث مرتب، والله مو مكلف، والله هذا واحد اكو بالشرطة الاتحادية بالله العظيم بنا مجمعات سكنية ومدرسة وما ادري ايش سوى بألف دينار، والناس هالقد ما وثقت بي وشافت شغله راقي وعراقي اصيل قامت تتبرع له، دزوا علي يقولوا له تعال يابا انت شلون بدك تشتغل، وهاي ذكرتها اني في حلقه سابقه، شلون بدك تشتغل بس فهمنا، مو احنا ما بدنا نعرف، عندنا خبراء وما بدنا نعرف، لان صادق انت، لان ما تبوق انت، لان انت محروق قلبك على الوطن، تعال يمنا فيدنا. لك عيني الحراميه والفاسدين خلوهم على صفحه، كافي، امام فرصه كبيره لاختيار الشريف والنزيه واللي عنده شيء، يعني شنو عنده شيء؟ يعني عنده هم يريد له حل. ابدوا بمجالس المحافظات وغير وجه المحافظات حتى مجلس المحافظه يختار محافظ شريف وادمي ابن المحافظه يشتغل بطريق ما ينام الليل كله، بس يفتر بالسياره على المشاريع، ايش دا تسوون؟ ايش دا تنفذون؟ وين هاي؟ وين ذيك؟ ليش هاي الاسلاك ما موجوده؟ اكو ضفاير بمكانها. هسه هذا حل ترقيعي، اكو حل خلف الله عليكم، لكن نريد احنا حل جذري واستراتيجي. مستوصفات ماكو، مستوصف ماكو، الاطراف ما مهتمين بيها، النواحي والاطراف هاي يروحون بس ايام الانتخابات ويسوون ندوات وما اعرف شنو وكذا، وناس بسطاء تروح تنتخب خطير، ومن يخلصون ويكملون تنقفل التليفونات وما حد يوصلهم بعد. واليوم رويناكم كنا احنا في ناحية الحيرة، مطرت الدنيا شوية بالفلكة، الله وكيلكم الشارع كله صار مي، جيبوا مهندسين يشتغلون بذمة وضمير، شركات بيها خير، شركات رصينة، أرجوكم احنا أمام فرصة ومنجز كبير. انتبهوا على مسألة الوضع الأمني خصوصا المخدرات اللي تعبث بحياة الشباب، المخدرات في كل مكان، المخدرات في كل المحافظات، أجهزتنا الأمنية نكبر بيكم شغلكم، ولكن حاولوا أنه تغيرون من طريقة كشفكم لمن يريد أن يعبث بحياة المواطن العراقي. هذا اللي يجيب المخدرات من أي مكان أجيبها عدمة بالشارع والله العظيم.
لا تتراخون في تطبيق القانون، لا تتراخون وتجاملون على حساب حياة المواطن العراقي. بذمتكم، برقبتكم، كل شخص متسنم منصب بالدولة بذمته حياة المواطن العراقي على كل الأصعدة. الطبيب اللي يمارس اختصاصه أيا كان اختصاصه، الراشيته هاي اللي تكتبها أنت للمريض لازم يكون سعرك مدعوم، مو تاخذ غالي. تقيس تشوف الناس تقدر تدفع لو ما تقدر تدفع. من حقك أنت يكون عندك بيت ملوك، من حقك يكون عندك بيت منطقة فاخرة وراقية، من حقك يكون عندك سيارة زينة، ولكن المنطق يقول مجتمعنا نسبة الفقر بيه كبيرة جدا. سوينا لقاءات ويا أخوة باحثين وحكوا لكم وشافوا معاناة الناس وشون يرحون وشون يشوفون. هسه خلف الله على وزارة العمل دا تغير هواية أنماط وأساليب وأشكال بالتعامل ويا الحالات ودا تسهل تقدم تسهيلات، لكن نسبة الفقر عالية. ابن مصانع يا وزارة الصناعة، شغلوا مصانعكم، احموا المنتج العراقي. الاستثمار، هيئة الاستثمار في كل العراق، سهلوا من عملية دخول المستثمر للعراق سواء كان أجنبي عربي عراقي. أما العراقي المفروض التسهيلات أمامه تكون 100% حتى يبدع ابن البلد. وايا عندنا خيرين وشرفاء يردون يقدمون منجز، دي عرقلوها عليهم. وإن شاء الله أصور لكم شخص والله العظيم دي يريد يبني جسر، دي يتوسل بيهم ما دي يخلوه، يتوسل بيهم ما يخلوه. ادفع هنا فلوس وادفع هنا. وإذا السيد رئيس الوزراء المحترم يريدني أقول له منه، أواجهه بي وأجيب الهيا وأقول له هيات، هذا الشخص يريد يبني جسر وصار له فترة وصورته أنا أكثر من مرة وما دي يخلوه، هو مستثمر. الحكي هواية، أريد تطبيق، وهذا التطبيق المفروض يكون على أرض الواقع. أرجوكم، إحنا صح صورنا ومرشحين قائمة إبشر، إن شاء الله هذه القائمة تكون من القوائم الفائزة واللي تحقق منجز كبير واللي من خلالها يصعدون شخوص ينفعون كل محافظاتهم. ولكن إحنا نكبر أيضاً بكل القوائم الأخرى، وهاي العملية الانتخابية اللي هي نحترمها ونقدرها، لأن عملية تبين إنه شقد العراق تغير وضعه السياسي، طريقة تداوله للسلطة، فشي بديع بالله العظيم. صح كانت بالفترات السابقة أكو أخطاء، لكن هاي الأخطاء السابقة انبنت على دراسات وخطط لتهديم العملية السياسية، وآخرها كان داعش إلى غير ذلك من الأمور اللي كل الشعب العراقي عرفها. واليوم إحنا عايشين في وضع أمني ممتاز، عايشين في وضع مادي ممتاز الحمد لله، دولتنا قوية، محافظاتنا متماسكة، محافظاتنا المضحية ومحافظاتنا الضحية متماسكة بكل أبنائها. عندنا فاسدين راح يوقعون واحد وراء الآخر، لكن إحنا مقبلين على فرصة محترمة اللي هي انتخابات مجالس المحافظات من أجل تغيير وجه الوطن على مستوى المحافظات. شكري وتقديري لكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة، بدءاً من أخوتي المصورين جعفر وكذلك أوس وعلي ومحمد وحيدر مهدي، أحمد بيرم مصور صديقي وأخوي، وأيضاً كرار جهودهم كانت وياي مباركة، بالإضافة إلى عبد المنعم وحيدر الرحيم، الأستاذ علاء الصالحي، وبالتأكيد سمهار، وبالإشراف العام الأستاذ زين العابدين الحيدري، بالإضافة لكل الأخوة اللي قدمونا الدعم في جميع المحافظات اللي زرناها. خلي عذروني الأخوة اللي ما قدرت أصورهم من المرشحين، عذروني الوقت كان ضيق جدا وحاولنا جهد الإمكان، وحتى شفت وقت الحلقة كان أكثر من ساعة وخمسة واربعين دقيقة ومرات يصير ساعة وعشر دقائق، ويعني عبرنا على وقت برامجنا الموجودة في قناة الأيام المباركة. المهم احنا هدفنا حاولنا جهد الإمكان انه نكون حقيقيين واقعيين تلقائيين في كل اللقاءات من أجل انه نوصل صورة. جل احترامي وتقديري لمن كان معي من المرشحين، ربما بعض الأخوة حاولت انه استفزه، الغرض انه حتى اعرف من عنده شلون يفكر، شلون يريد يوصل طريقة تقديمه للخدمة.
قصة من القصص أم أمير ست فاطمة الله يحفظها، مرشح الانتخابات مجالس المحافظات، ابنها شهيد حقه ما ماخذه، عنده بنية اسمها مريم. قمة الظلم، قمة الظلم انه يستشهد شخص كان هو بالدعم اللوجستي ويطالبوه. مع احتراماتي للاشخاص اللي هم راجعتهم، ولكن احنا ان شاء الله راح نروح وياها بقوة الله ونصورها وناخذها للاشخاص المعنيين. طالبوها بانه منو يثبت ابنك كان موجود وياهم؟ يابا هو بالدعم اللوجستي واللي وياهم استشهدوا. شلون بهاي الحالة؟ انطوا حقوقه. دواعش حسبوهم شهداء، دواعش. ورويناكم ونزلنا صور وين كان وش دا يسوي. على كل اذا مشاهدينا في ختام هذه الحلقة الخاصة في الانتخابات خصصناها هموم ومرشح حتى نكون متوازنين بالطرح، اشكركم جدا وانتظرونا ان شاء الله في حلقات اخرى. وهو ستايلنا اللي تعرفوه واللي متابعني، ان شاء الله راح نحاول انه من خلال ابشر نشوف اكو مشكلة وما نجوز منها الا نحلها بقوة الله في مال الله.